شاهد الأطفال الفنانين لما كبروا كيف تغير شكلهم. في هذا الفيديو سوف نعرض لكم فنانين اشتهروا في أدوار الطفولة وحققوا نجاحا باهرا في طفولتهم، وبعد غياب سنوات كثيرة عن الكاميرات شاهدوا كيف تغير شكلهم وملامحهم الآن. مها عمار. الجميع يتذكر الطفلة مها عمار ودورها في فيلم حرامية في كي جي 2 عام 2001 مع الفنان كريم عبد العزيز والفنان الراحل طلعت زكريا. فاجأت الفنانة مها عمار الجمهور بنشر صور لها حيث تغير شكلها تماما وأصبحت آنسة. هذا وقد حلت الفنانة مها عمار ضيفة في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة الجميلة إسعاد يونس، وحكت مها خلال اللقاء عن تجربتها ومشاركتها في فيلم حرامية في كي جي 2، كما وضحت سبب اعتزالها التمثيل في سن صغير حيث سافرت مع والدها إلى ألمانيا وظلت هناك حتى أصبح عمرها 25 عام. الطفل أحمد عقل. الطفل أحمد عقل الذي شارك في فيلم العفاريت والذي لعب دور الطفل سقراط الذي يعيش مع مجموعة من الأطفال المشردين لدى المعلمة التي قامت بدورها الفنانة نعيمة الصغير، وهو الذي يقوم بتهريب الطفلة بليا ابنة الفنانة مديحة كامل بالفيلم. وما لا يعلمه أغلبكم أن هذا الطفل أصبح مخرج إعلانات مشهور جدا، وهذا هو شكله الآن. هديل حسين. هي الطفلة بليا جميلة الملامح التي أثارت شفقة المشاهد في فيلم العفاريت مع الفنان عمرو دياب ومديحة كامل. ظهرت هديل منذ شهور وكانت ما زالت تحتفظ بملابس هذا العمل. ليزا. هي الطفلة هند التي أبدعت مع العظيم كمال الشناوي من خلال مسلسل هند والدكتور نعمان، حيث جسد كمال دور الجدة التي يرى حفيدته وشاركها مغامرتها. واختفت موناليزا عن الأضواء ولم تكمل مشوارها الفني، وهذه الصورة توضح شكلها الآن. رانيا عاطف. هي الطفلة هالة التي شاركت الفنان فؤاد المهندس في مسرحية هالة حبيبتي وأخرجته عن صوابه من شدة شقاوتها خلال أحداث المسرحية، واشتهرت أيضا في مسلسل ليالي الحلمية. وبعد ذلك اعتزلت الفنانة رانيا عاطف عن التمثيل واختفت عن الأضواء، وتداول رواد مواقع التواصل الصورة لها بعدما قبرت، وهذه الصورة توضح شكلها الآن. مؤمن حسن. هو الطفل الذي شارك الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني في فيلم غريب في بيتي، وظهر بعد ذلك في عدد من الأعمال منها لن أعيش في جلباب أبي، هذه الصورة توضح شكله الآن. يوسف عثمان. أبدع الطفل يوسف عثمان في فيلم بحب السيمة وشهد له النقاد بمستقبل باهر، وظهر مؤخرا في مسلسل فرعون مع الفنان الراحل خالد صالح، وظهر أيضا في مسلسل زلزال مع الفنان الكبير محمد رمضان، وهذه الصورة توضح شكله الآن. علاء عمرو. شارك الطفل علاء عمرو في فيلم عندليب الدقي مع الفنان محمد هنيدي وقدم معها أغنية مين حبيب بابا، ولم يظهر بعد ذلك. نشر الفنان علاء عمرو مؤخرا صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أصبح شاب وقد تغير شكله، وهذه الصورة توضح شكله الآن. نهاد نور. تألق الطفل نهاد في فيلم زكي شان مع الفنان أحمد حلمي وشارك بعد ذلك في مسلسل ريش نعام، وهذه الصورة توضح شكله الآن. دينا عبدالله.
رغم إنها شاركت في عدد من الأعمال، لكن تظل الشهرة التي حققتها الفنانة دينا عبدالله في طفولتها أكبر بكثير مما حققته بعد نضوجها. فدورها في فيلم الحفيد هو العلامة الأكبر في تاريخها. هذه الصورة توضح شكلها الآن. أيمن محمد أيمن. في عام 1999 صور المطرب محمد فؤاد أغنية أنا لو حبيبك من ألبوم قلبي وروحي وعمري، واستغلالا لنجاح عدد من أغانيه التي شاركها فيها مجموعة من الأطفال، كان بطل هذه الأغنية الطفل أيمن محمد أيمن. وبعد 17 عاما على الأغنية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفل أيمن محمد أيمن بعدما أصبح شابا. هذه الصورة توضح شكله الآن. ليلى أحمد زاهر. نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بنت النجم أحمد زاهر وإحدى بطلات فيلم عمر وسلمى على مواقع التواصل الاجتماعي للميديا إنستجرام أحد الصور لها، وقد ظهرت ليلى بنت البارحة اليوم بإطلالة جريئة جدا كلها أنوثة. وهذه الصورة توضح شكلها الآن. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.